يوسف السباعي واخد دفاع النهارده في تقليلها. كلمني عن مشاركتك في شؤون التحكيم. اهلا بيكي. اولا انا مبسوط جدا ان انا عضو لجنه التحكيم النهارده. اما بهيش حسين كلمني حسيت ان في مسابقه جديده هتتعمل وهتبقى حاجه كويسه هترجع مصر تشارك في المسابقات الدوليه مره ثانيه. واما لقيت ان اعضاء لجنه التحكيم كلها اسامي مهمه فده شجعني ان انا اكون موجود النهارده. طبعا انت كان عندك اصلا تجارب كتير قوي في مسابقات الجمال, ايه اللي شفته مختلف عن مسابقات الجمال؟ انا كنت مسؤول عن مسابقه مس ايجيبت من سنه 98 لسنه 2014, فمده طويله جدا وتطورت على مدار سنين كتيره جدا. وقت ما انا كنت بعمل مسابقه مس ايجيبت السوشيال ميديا ما كانتش موجوده تقريبا في الاول, ولغايه 2014 كانت بسيطه شويه. دلوقتي السوشيال ميديا بقى ليها دور كبير جدا في المسابقه, فالمتسابقات بيبقوا لازم ياخدوا بالهم من كل تصرفاتهم اكتر لان بيبقى في كاميرا بتراقبهم طول الوقت. فانا شايف ان السوشيال ميديا مغيره مش بس في المسابقات الجمال, في كل حاجه. فانا شايف ان مسابقه مس ايجيبت انترناشونال ان شاء الله هتبقى حاجه نقله كويسه وتبتدي مصر تشارك تاني في المسابقات الدوليه. طب تشوف معايير اختيارك للمسابقه على اساس ايه؟ بصي المعايير مهمه جدا, انه الثقافه مهمه جدا لكن الجمال مهم جدا. يعني ما ينفعش ثقافه بدون جمال وما ينفعش جمال بدون ثقافه. ولازم يبقى في شخصيه كويسه لان برضو مش عايزين واحده جميله تكون مغروره قوي او حاسه بجمالها قوي. فاحنا مهم ان بقى جمالها ده يبقى قريب من الناس, يعني واحده تقدر في الاخر اما تيجي تتكلم او تيجي تعمل اي اعمال الناس تتقبلها. فلازم تبقى جميله ورشيقه وروحها حلوه, واهم حاجه يبقى عندها معلومات عن بلدها لان هي في الاخر بتبقى سفيره لمصر. اما تسافر بره تعرف تتكلم عن مصر. طب احنا دلوقتي المفروض بيخشوا يعني زي ما اولا نشوف مين اللي فعلا عنده استعداد للتغيير. يعني ممكن لو واحدة مثلا كويسة جدا وشخصيتها كويسة بس هي مثلا وزنها زايد, بس هل دي عندها استعداد ان هي تعمل مجهود وتحاول تنزل وزنها؟ لو واحدة مثلا شكلها حلو جدا بس ثقافتها محدودة هل دي مستعدة ان هي تتعب وتشتغل وتتعلم وتبقى مثقفة اكتر؟ فاحنا اهم حاجة نبقى واحدة عندها الاستعداد ان هي تغير من نفسها وتحاول تتقدم. فبنحاول نشوف مين اللي عنده الطموح ده. النصائح اللي انت حابب تقدمها لهم اكتر عشان كل المتسابقين انه يكونوا داخلين المسابقه دي مش بغرض بس الشهره. انا بالنسبه لي بحط كروس قوي لو واحده داخله عشان نفسها تطلع بتاج وتطلع على غلاف مجله, ده بالنسبه لي مرفوض. انها تكون داخله عشان فعلا هي حابه ان هي تمثل مصر بره وحابه ان هي توري مصر في احلى صوره, ده بالنسبه لي مهم جدا. فالنصيحه يعني انسي حكايه ان انت داخله بس عشان تبقي مشهوره, لان في الاخر لو انت بقيتي مشهوره ولبستي التاج وفي الناس ما حبتكيش في الاخر هيبقى زي قلته. فدي النصيحه اللي انا بقولها لك. ميرسي. شكرا. ميرسي.